الفيديو ده هنحل ساعات مثلا ايه، بيبقى عندي بروجكت وفي داتابيز، فانا بعمل لها بعد ما نقلت على كمبيوتر تاني او برنامج اتمسح واتحط تاني، فانا بحاول اجيب الداتابيز بتاعتي تاني اللي في البروجكت، بعمل لها امبورت. بيطلع لي الايرور ده no database selected. تقريبا حلها ان احنا اصلا المفروض تعمل new database من الاول، تعملها بنفس الاسم بتاع ال database بتاعتك. نفس ال properties بتاعتها، تعمل create، حاول كده تاني تعمل import. تمام، هيقول لك import has been successful والايه والداتابيز جت تاني. انت لازم الاول تعمل لها كرييت الاول، وبعد كده تقوم ايه تعمل لها امبورت. بس كده، هو دي حل المشكله.